الاسلامي ولكن احسن نعاونوا حنا ما ما ايسا بارك الله فيكم خلال جهودات قدمنا على اني غاشا الاستاذين غنغمش انا يضيع انت الشمكاره هني زنوزان دا باستيا زنوزان دا سولوسيون غنغي سيثنا غنغوينا وزما سويا انت اضويا انت اصفاص فرنت اصفاص فرنت تبريد المهم مي داش غاين غادي عندنا الشارعه يكمل قرشين وانا نتزل بخيني تيتعزقنا تما باش لله وكيسمونا نسحب سولوسيونات سحب باستيا كلشي تمن زاد انا تيدي الشارعه يكمل تسند الفواس تسند غناليت من غندا الخدميين الدوله وحرك المهم من داش غاينا ما شنت راه من غني اذا يوخان ايش جنوا ودي كتستافيت السنتين وغاز نسيوي فهمنا الاستاذ ينون شو شكرا كنت تاع الامن الدوريه تجمع الدوريه الدوريه ثابته تجمع اصحاب يعني تغيمان دي الجارده بوكو غاس نبوش الشغل غاين فهمتني يعني انت زيد السلوط السلام عليكم احنا مجموعه من شباب الحي المدني درنا واحد المبادره اننا دخلنا مع خبرنا السلطات بالمشكل اللي عندنا هنا هو انه هذه لمده اكثر من شهر وهاد الناس النوع ديال الفراشه اللي انتشروا هنا بواحد الطريقه عشوائيه وحنا درنا المحاولة ديالنا مع السلطات وخبرنا الجميع بهذا المشكل اللي ولا عندنا هنا كيعيق وكيشكل خطر على الساكنة أول حاجة، ثانيا أنه الجردة ولات مأوى الناس الفاشلين، الناس اللي ما عنده حاجة يجي هنا وحتى المسائل اللي كتبع هنا مسائل اللي لا قيمة لها، ثالث حاجة أنه ولات الناس الساكنة ديال الحي تأثرت بهذا النوع ديال البشر اللي ولا اكثر عندنا هنا بواحد الطريقه عشوائيه ولاو تهديد للساكنه ديال الحي والنساء ديالنا والاكثر من هذا اننا ما بقيناش كنستافدوا حتى من الحديقه ما بقيناش كنستافدوا منها انها لانه ولات كتشكل خطر علينا وعلى اولادنا وعلى النساء ديالنا وعلى حتى الساكنه اللي انفاس للجرده ولات كتخاف لهذا كان لابد اننا نديروا موقف لاشعار السلطات بالمشكل اللي كاين هذا لا يعني اننا ما خبرناهمش وكما خبرت ذلك انه خبرناهم بجميع المسؤولين تم اخبارهم بهذا المشكل الا انه ما بادروش انه يخلقوا لنا حل هنا كتجي ديك الدوريه ديال السلطه الاداريه مع 12 ديال العشيه في ذيك الوقيته ما كيكون حتى واحد هنا اصلا المشكل كيبدا عندنا هنا من الربعه الفوق هما في ذيك الوقيته حتى واحد ما كيدوز من هنا لهذا الساكنه ماشي هو دارت واحد النوع ديال الاحتجاج اللي هو احتجاج سلمي وكيحترم المسائل والمسطره القانونيه ما تعدينا على حد ما ضربنا حد ما دينا حد هذا كله فقط لوضع السلطات امام الامر الواقع فقط دخلنا في حوار مع السلطه وخبرنا السيد القائد المقاطعه الرابعه وخبرنا السيد الباشا اكثر من هذا خبرنا حتى السيد المدير الامن الاقليمي ومشينا حتى السيد الباشا والسيد رئيس الدائره يعني الجميع اخبروا هذا المشكل انما باش يلقاو لنا الحل ما لقوناش الحل خلاو المشكل يتفاقم من يوم بعد يوم لهذا كان لابد من هذه الوقفه لوقف النزيف اذا في هذه الوقيته كنطالبوا من الاخوه اللي كاين كاملين انه يحترموا التباعد الاجتماعي وينفض هاد الشيء بما انه السلطات جات وتحاورت وخلقت لنا الحل هذا هو اللي كنا المرزوم هذه الوقفه وشكرا.